السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في، مباشرة من مدينة بن حمد إقليم سطات. معنا واحد الأسرة، الوالد والوالدة ديال الأخ جمال الداغوش اللي عنده 35 سنة، يعني كيعاني من مرض نفسي. اختفى في واحد ظروف غامضة هذه لمدة سنة، والوالدين ديالو غاديين يحماقوا عليه وكيلتامسوا يعني اللي شافوا انه يرجعوا ليهم او يخبرهم بالمكان ديالو. تفضل سيدي. نعم تكلم سيدي. عاودنا الله يجزيكم يجيكم بخير. اللي شافوا الدري يخبرنا، انا باش نخرج من الكتب، انا متنا على جيتو شفنا شفنا محنا، الله يجزيكم بخير والله يفتح غير خوف. شحال هذه من شحال هذه من عام هو انه خرج تقريبا انا نعطيك لنا خمس شهور يرجع كيخرج يدور ويرجع. مسكين يلاه تصاب بهذا المرض النفسي ولا كان مريض من قبل؟ عنده هذا الشيء خلوق خلوق يلاه مسكين صافي دابا كيكبر صافي كبر بحالك كمسكين ما صافي يلاه. وشنو الوقت اللي خرج فيه؟ ما عقلتوش ما عقلت ما عقلتش انا مريض عندي مرض هو بدل العملية باش نشوف على قلوة لا على قلوة لا يجيبهم بخير لي شافوا لا لهم شي حاجة يقولون الله يخليكم بخير. ورينا الصورة ديال السي جمال، ورينا هذه الصورة ديال الأخ جمال الداغوش اللي اختفى هذه لمدة سنة من مدينة بن حمد. مسكين كيعاني من مرض نفسي، خرج هذه لمدة سنة والوالدين ديالو غاديين يحماقوا معاه يحماقوا عليه وكيلتامسوا أنه اللي شافوا ولا ذاك يحاول يتصل على الرقم الهاتفي اللي مذكور ويبلغهم بالمكان ديالو. وما حاولتوش أنه درتو شي شكاية ديال الاختفاء ديالو؟ ما خديت ما درت والو حول ولا قوة والو قول ما نجيش هناك سيدي. انتوما غير كارين هاد البيت في السطاح هنايا فهمتيني كتخدموا خويا كان بها الخبز كان بها غير الخبز انا كان زايد ديالها الام كتبيع الخبز وانت هي غير فهمتيني راه هو ما خدام مريض عنده الطونسي طلع لي 26 عنده العصاب راه عطا الطبيب. تكلمي يا لالا تكلمي تفضلي يا لالا. راه عطا الطبيب الورقة يمشي للبرسيل مع الدوباش يمشي راه واحد العينين دار ليه العملية واحدة أخرى عنده فيه جلالة بكثرة ما أنه بقى يبكي على الولد ديالو يعني تصاب ما بقاش كيشوف فيها راه مسكين مريض راه ما كاين حتى حاجة الدرية عندي مكفوفة حتى هي راه هي صغيرة ديالة. هادي عندك بنت يعني بنت هادي بنت بنت ديالك مكفوفة وعندك هاد الولد اللي هو يعني حول ولا قوة إلا بالله. ورينا الصورة ديال جمال تكلمي يا لالا. انا بغيت هاد الدري راه صطيت ما كان كل ما كان صط كنمشي للزنقة اي واحد كيجبدني كيضرب لي كيجي لحديدي يضرب لي واحد هاد شي يومين ولا ثلاث ايام جا واحد ضربو مشيت انا ما عقلي ما كانش جبدوني شي الدراري والوالدة جبدتني كان هز السوار ما عرفت فين درتو من هز الحاجه كان الى حطيت الماكله كان ديما قدامي الى كان شي واحد عرف شي حاجه شي خبر يخبرني الله يرحم ليكم الوالدين الله يرضيكم بهم الله يرضيكم. ما كاينش شي حد اللي يتصل بكم ولا ما والو والو هذه لمده سنه سنه وتقول هذا على هذا في القبر فاشين شفتو شفتو السبيطارات شفتو السبيطار ديال برشيد شفتو السبيطار لا ما شفناش خويا ما عندناش باش امكانيات ما عندناش باش كاين هاد الواحد الدري اللي نهار اللي ما نهار اللي ما كان اللي ما كان اللي ما عجبش نبيع الخبزات ما غاديش ناكل كتبيعي غير الخبز هنايا في المدينة ديال بن حمد مرة بعتي مرة راه عطا الله الخبز ها دنيا دنيا عامرة بالخبز هاي قال لك كان بيع كان هبط 20 خبزه مره هبط. واش هذا الولد زيد عندكم في 1995؟ 1995 ياك؟ بالفعل معنا واحد الاخ ولا اخت يعني كيقول بانه هذا الولد زيد في 1995. بالفعل الاخ اللي معنا في المباشر ولا الاخت اللي في المباشر
كيقولوا بانه الولد ديالهم زايد في 1995. واش زايد في 95؟ نعم الاخ، انه زايد في 1995. شي اخ داخل معنا المباشر كيقول لكم واش زايد في 1995. بالفعل الاخ اللي شافوا ورينا الحاله المدنيه. هلا نشوفوا جمال. جمال لا، زيد في 1993. زيد في 1993 الاخ او الاخت جمال داغوش، زيد في 1993 1/4/1993. مكان الولاده ديالو دوار جوج جماعه سيدي عبد المؤمن. جماعه سيدي عبد المؤمن فين؟ في مراكش. فوت مراكش لي. انتم من ايمين تانوت؟ من ايمين تانوت. هذا الاخ راه زيد في 1/4/1993. العنوان دوار راجو جماعه سيدي عبد المؤمن ايمين تانوت. كملي يا لالا. اخويا انا حمقت، ما كان اكل، ما كان شرب، ما كان عاد، ما كان ناس. ورينا الصوره ديالو سيدي الله يجازيك بخير. بقى شادها ربما انا ديما قدامي، كان تمشى قدامي، ناس تحط قدامي، قلت واش شرب، واش تفرج، واش تغطى، واش لابس، ولا عريان. صطيت صافي، صطيت. الله يرحم الوالدين، إلا شاف شي واحد يخبرنا، الله يخبر الخير يا ربي، الله يرحمكم الوالدين. حتى انتم ولا يجيكم بخير. العفو، العفو سيدي، هذا واجب ديالنا. العفو سيدي، هذا واجب. هذا واجب سيدي. شنو يعني النداء اللي كتوجهوه عبر هذه القناة شوف تي في باش كطالبوا الناس وطالبوا الإخوان أنهم؟ قلت هو الله يجيهم بخير، اللي شافوا اللي عنده شي حاجة يعاون الناس، يتصلوا بنا بالرقم ديال التليفون. ديال التليفون، الكلمة ديالي أنا ما تلقاش ملي يقرأ المشكل. احنا ملي كنا كننتظروكم يعني جيتوا في واحد الفرحه كتصحبوه، واش جبناه ليكم؟ وان شاء الله غادي يكون خير. غادي يجي ان شاء الله، غادي يجي. الله يجيكم بخير، الله يجزاكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا متتبعي قناه شوف تي في يعني مباشره من مدينه بن حمد، معنا هاد الاسره، الوالد والوالده ديال جمال داغوش اللي خرج لمده سنه يعني في ظروف غامضه. هاد الاخ كيقول لك حيت كنشوف واحد الولد في كازا في سيدي مومن، والله عالم. يعني الاخ او الاخت اللي داخل معنا على المباشر الى تاكدتي، هذه هي الصوره ديال الاخ جمال، هذه هي الصوره ديال الاخ جمال. مسكين كيعاني من مرض نفسي، كيعاني من مرض نفسي، خرج من مدينه بن حمد هذه لمده سنه. الى كانت شي اخبار الاخ او الاخت زاك اللي داخل معنا في المباشر انه يتواصل مع الوالد ديالو والوالده ديالو، راهم غاديين يحماقوا عليه. الرقم ديال الهاتف راه مذكور في المباشر. الوالد ديالو مسكين يعني بكثره ما انه بقى كيبكي عليه، ولا يعني كيعاني من هذا المرض ديال الطونسيون والضغط الدموي، ما بقاش كيشوف بعينيه. الوالده ديالو غير كتبيع الخبز هنا في المدينه ديال بن حمد. كيلتمسكوا منكم المشاهدين المتتبعين الاوفياء القناه شوف تي في، انه اللي شاف جمال، اللي شاف جمال داغوش، جمال داغوش اللي هو عنده 35 سنة، زيد في 1/4/1993. العنوان دوار جوج جماعة سيدي عبد المؤمن إيمين تانوت، الوالدين ديالو غادي يحماقوا عليه. كنلتمسكم منكم متتبعي قناة شوف تي في التواصل مع العائلة، الأب والوالدة ديال هذا الأخ جمال داغوش اللي اختفى في ظروف غامضة. متتبعي قناة شوف تي في كنحيوكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر. انا غادي نتاكد ونقول لكم ونتمنى يكون هو يا رب. اكيد اخي، اكيد اخي زاك، حاول انه تاكد. هذه هي الصوره ديال الاخ جمال، هذه هي الصوره ديال الاخ جمال. هما الان كيتواجدوا في المنطقه ديال في المدينه ديال بن حمد، غادي يحماقوا على الغياب ديالو، كيعيشوا واحد الظروف نفسيه
مأساوية وظروف يعني الله اللي عالم بهم من الغياب ديال الابن جمال ديالهم. متتبعي قناة شوف تيفي كنحييكم على التواصل ديالكم والتفاعل ديالكم، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.